كشف رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي ألوكومبري أن أصله مغربي وينحدر من مدينة طنجة شمال المملكة. وقال رئيس أكبر مؤسسة تشريعية في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال استقبال رسمي خصصه له: أنا أصلي مغربية وأجدادي من مدينة طنجة غادروا إلى البرازيل منذ 100 سنة. وكتب داتا المسؤول السياسي البرازيلي على حسابه الرسمي لتويتر هذا الاعتراف. وأشاد رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي خلال مباحثات جمعته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة برغبة الملك محمد السادس والمملكة المغربية تطوير علاقاتها مع البرازيل. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المغرب في البرازيل نبيل الدغدوغي، أشاد الجانبان بدور الريادة للملك محمد السادس باعتباره ضامنا لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وأبرز قيم التعايش بين الأديان التي تشكل فرادة الهوية المغربية الغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. وثمن كل من بوريطة والكولومبري كون المغرب من بين الدول القليلة التي يكرس دستورها هذه المكونات المتعددة للهوية المغربية، مشددين على أن الزيارة التي أجرها مؤخرا البابا فرانسيس إلى المملكة كانت في الحقيقة دليلا واعترافا بهذه الخصوصية. كما أبدى الجانبان ارتياحهما للمسار الإيجابي الذي عرفته العلاقات الثنائية في مجملها، وذكرا بهذا الخصوص بالتوقيع في مارس 2018 على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الفيدرالية تمحورت تحديدا حول مؤسسة وتطوير أنشطة التعاون بين المؤسستين التشريعيتين. وخلال هذا اللقاء شدد كل من بوريطة والكولومبري على الدور الهام للمؤسسات التشريعية للبلدين في تعميق التعاون الثنائي على الخصوص من خلال تبادل الزيارات ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبتهما في أن تساهم الشراكة بين المغرب والبرازيل في المزيد من تطوير وتعميق علاقات الصداقة. وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الأسبوع الماضي بزيارة للبرازيل، أجرى خلالها مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين بالبلد الجنوب أمريكي، ووقع 7 اتفاقيات تعاون تهم مجالات مختلفة. شهدت أشغال اجتماع لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك يوم الاثنين مواجهة دبلوماسية جديدة بين المغرب والجزائر بسبب تباين المواقف بخصوص نزاع الصحراء. واندلعت هذه المواجهة الدبلوماسية على إثر غضب ممثل الجزائر من اعتبار بلاده طرفا في نزاع الصحراء الذي أثرته بعض الدول الحاضرة في هذا الاجتماع، وهو ما رفضه ممثل الجزائر الذي انتفض مدافعا عن اعتبار بلاده طرفا مراقبا فقط، في حين انبرى الممثل الدائم للمغرب عمر هلال للرد على ممثل الجزائر من خلال عديد الأسئلة التي تواجه الموقف الجزائري من هذا النزاع، كتسليحها لجبهة البوليساريو وتسخيرها لدبلوماسيتها للدفاع عن أطروحتها وتخليها عن جزء من ترابها للجبهة تمارس عليه السلطة، بالإضافة لاقتراحها في 2 نوفمبر من سنة 2001 في هيوستن الأمريكية من خلال رئيسها السابق عبد العزيز بوتفليقة تقسيم الإقليم وسكان الصحراء، وهو الاقتراح الذي يناقض المواقف الجزائرية المعلنة. وكانت عدة دول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية قد أعلنت دعمها للموقف المغربي، وأعلن ممثلها رفض بلاده أي مساس بالمصالح العليا للمغرب أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية، مشيدا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة استئناف المفاوضات السياسية وفقا لمعايير مجلس الأمن. كما أعلنت دولا إفريقية كالتوغو وبوركينا فاسو وسيراليون والسنغال وساحل العاج دعمها للموقف المغربي، مشيدين بمقترح الحكم الذاتي باعتباره قاعدة لحل نزاع الصحراء، في حين أعادت دول كالجزائر وجنوب إفريقيا وكوبا وفنزويلا التذكير من خلال ممثليها في هذه الاجتماعات بمواقفها الداعمة لجبهة البوليساريو.
عمدت اللجنة المنظمة لنهائية أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر انطلاقتها في مصر بداية من يوم غد الجمعة إلى استفزاز المغاربة من جديد من خلال بثر خريطة المغرب في الإعلان الرسمي الخاص بالدورة 32 من الكان. ويتضمن الإعلان الرسمي الخاص بالكان الذي اختار له المنظمون شعار مجتمعين أمم إفريقيا مصر 2019 إلى وضع شعار للجمهورية الوهمية للبوليساريو ضمن الخرائط المرسومة على مجسم خريطة إفريقيا. وأظهر فيديو الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية في آخره خريطة إفريقيا، إذ تظهر خريطة المغرب مبتورة من صحرائه. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد احتجت في وقت سابق على الاتحاد الإفريقي بسبب الموقع الإلكتروني تذكرتي المكلف ببيع تذاكر مباريات كأس إفريقيا 2019 المقرر تنظيمها بمصر، واحتجت الجامعة على تخصيص الموقع لحيز خاص بإجابة البوليساريو من أجل شراء تذاكر مباريات الكان ونعت الصحراء المغربية بالصحراء الغربية. واتصل مسؤول الجامعة الملكية المغربية بمسؤولي الاتحاد المصري الذين أخلوا ذمتهم من الموضوع، وأكدوا أن الموقع تملكه شركة وقعت عقدا من أجل التكلف ببيع تذاكر الكان، الأمر الذي دفع بمسؤولي المغرب إلى تقديم احتجاج رسمي للكاف. موارد واعدة من الهيدروكربورات قابلة للاستغلال في عرض البحر قبالة العرائش اكتشفت من قبل الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول شاريوت ويل أند غاز، التي أعلنت عن تخزين الأحواض الرسوبية لمنطقة ليكسوس لاحتياطي ضخ من الغاز، تحديدا الحقل الغازي الذي يحمل تسمية أنشوة واحدة، بعدما أسفر التنقيب الأولي عن نتائج إيجابية. العملاق البريطاني الذي يمتلك 25% من حصة التنقيب بمنطقة ليكسوس مقابل 75% لصالح المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أكد أن الدراسات الأولية التي خصصت لحقل أنشوة واحد خلصت إلى توفر المنطقة على إمكانيات كبيرة من الغاز الطبيعي يمكن تطويرها من الناحية التقنية والمخبرية في المستقبل من أجل العمل على تسويقها. وشددت الشركة البريطانية شاريوت ويل أند غاز التي حصلت على رخصة التنقيب في عرض البحر أنشوة واحدة تبعا لنظام الرخص الذي يشمل محور طنجة العرائش على أن التجارب الأولية التي شملت الأحواض الرسوبية لمنطقة ليكسوس كانت إيجابية للغاية، الأمر الذي حفز الشركة من أجل إعداد دراسة قامت بتقييم سوق الغاز الطبيعي في المنطقة، إلى جانب العمل على تحديد الآثار البيئية الممكنة حقل الغاز السالف الذكر. وأوضحت الشركة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أنها بدأت تفكر ماليا في استغلال البئر البحري أنشوة واحدة بدءا من سنة 2020، مبرزة أن المملكة تتوفر على سوق طاقية متنامية بأسعار جذابة يمكن أن تدعم مشروعا تجاريا ناجحا، وتغطي رخصة استغلال منطقة ليكسوس مساحة إجمالية تصل إلى 2390 كيلومترا مربعا، ويتراوح عمق المياه في الآبار البحرية التي يقدر عددها بأربعة ما يزيد عن 850 مترا بما فيها بئر أنشوة واحدة. كما تؤكد الشركة من خلال البيانات المنشورة على موقعها الرسمي أن إمكانيات الغاز الطبيعي في المنطقة من شأنها توفير عائدات مالية ضخمة ومن ثم تحقيق التنمية المستقبلية، مشيرة إلى كون الطلب المغربي على الطاقة من المتوقع أن يرتفع ما بين 2015 و 2030. في هذا الصدد قال رالي بوتوميليا المدير التنفيذي للشركة البريطانية في تصريح أدرج ضمن البيان إن دراسات الجدوى التي شملت الحقل البحري أنشوة واحد سواء تعلق الأمر بالدراسات التجارية أو التقنية تثبت أن هناك حقلا محليا استراتيجيا يخص الغاز الطبيعي الذي ستكون له انعكاسات على الطاقة المتنامية في المغرب. وأضاف المدير التنفيذي لشركة وال أند غاز أن تجميع قاعدة من الموارد الطاقية بدون وجود أي خطر لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الغاز والنمو السريع لسوق الطاقة أمر جذاب وواعد لمجموعة من الشركاء الاستراتيجيين المحتملين في المستقبل في إطار عملية الشراكة، حيث يرتقب أن نشرع في عملية التقييم في غضون السنة المقبلة، علما أن الشركة بدأت سلفا في تقييم الآثار البيئية المحتملة للبئر البحرية.